الرئيس السيسي يهنئ المصريين والعالم بالعام الجديد ويعرب عن أمله في أن يكون عام خير وبناء وسلام. مصر تحذر خلال اجتماع بالجامعة العربية من تداعيات إرسال قوات تركية إلى ليبيا. رداً على اقتحام سفارتها ببغداد، واشنطن ترسل 750 جندياً إضافياً للشرق الأوسط. الرابعة صباحاً الثانية بتوقيت غرينتش، موجزون إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والعالم أجمع بمناسبة العام الميلادي الجديد. وفي تدوينة على صفحته على فيسبوك أعرب الرئيس السيسي عن أمله أن يكون هذا العام عام خير وبناء وتماسك يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المصريين بالعام الميلادي الجديد. وفي تدوينة على صفحتها على فيسبوك قالت السيدة انتصار السيسي: كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وأمالنا ومتحلون بالإرادة والهمة والإصرار لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي. أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علاء رشدي على ثوابت موقف مصر المتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا. وقالت الخارجية في بيان لها أن رشدي شدد في كلمته خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، محذرا من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أن بلاده سترسل نحو 750 جنديا على الفور إلى الشرق الأوسط ردا على اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد. وأضاف أسبر في بيان أنه أمر بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا، لافتا إلى أن هناك قوات إضافية جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة. أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات. وخلال حضوره اجتماع لحزب العمال الحاكم أكد كيم أن العالم سيكتشف في المستقبل القريب سلاحا استراتيجيا جديدا، مضيفا أنه لن يحدث تفكيك للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية طالما تستمر الولايات المتحدة في سياستها العدوانية تجاه بيونغ يانغ. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.